ولدليأب يعمل شرطيا يخدم سلطة الاحتلال، وعاش عمره الطويل على يسار السلطة ومطاردا من الشرطة في كل العصور. أحمد فؤاد نجم أو الفاجومي كما كان يلقب، شاعر العامية المصري الذي ودع عالمنا عن عمر يناهز 84 عاماً، عاصر 3 ثورات و7 عهود حكم، وشهد انتقال مصر من الملكية للجمهورية. حياة قاسية حرمته من الكثير حتى من حق التعليم، وذاق مرارة العيش في ملاجئ الأيتام. علم نفسه القراءة والكتابة في فترات استراحة قصيرة ما بين سجن وسجن، وأصدر أول دواوينه الشعرية من خلف القضبان. تمرد كثيراً، أحب وتزوج وأنجب مرات، لكن عشقه الوحيد كان مصر التي من أجلها ولها كتب أجمل أغانيه. مصر يما يا بهية يا أم طرحة وجلابية. أحب عبد الناصر، لكن ذلك الحب لم يحل دون أن يذوق مرارة السجن في عهده. بعد خروجه من السجن وفي مطلع الستينيات، عرف نجم طريقه لقلوب وآذان المصريين بعد ارتباطه بعلاقة فنية طويلة مع الموسيقار الشيخ إمام. من غرفة صغيرة في حارة خوش قدم بحي الحسين الشعبي، خرجت كلمات نجم وصوت إمام يغنيان للثورة وللحرية وللفقراء. تحمس نجم لثورة يوليو وكتب لها، ورغم صدمته بنكسة يونيو لم يفقد إيمانه بقدرة مصر على عبور الهزيمة. رحل عبد الناصر وجاء عصر السادات ليعيش نجم أسوأ أيامه ما بين السجن والنفي، مع رفضه للصلح مع إسرائيل وكرهه لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي رآها نهباً لثروة مصر. لم يوهن بطش السلطة وقهرها من عزيمة نجم وشريكه إمام، واستمر في الغناء للفقراء ورفض الظلم. شيد قصورك على المزارع من كبدنا وعمل إيدينا. تقدم نجم في العمر، لكن جذوة التمرد لم تخمد بداخله، ونداء الرفض كان يقوده دائماً لصفوف الناس ليكون على رأس المشاركين في ثورة يناير. راح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر. لم يهنأ نجم طويلاً بنجاح الثورة بعد وصول الإخوان للحكم، وعاد بشخصه وكلماته مجدداً للشوارع والميادين حتى ثار المصريون من جديد وأسقطوا نظام مرسي. وفي مرحلة مخاض جديدة بعد ثورتين، باغت نجم محبيه بالرحيل باراً بما قال إنه وعد قطعه على نفسه. فخلال سنواته الأخيرة قال نجم إنه لن يرحل قبل سقوط نظام مبارك، وحدث. وبعد انتخاب مرسي أعاد وعده بعدم الرحيل قبل سقوطه، وحدث. رحل نجم العاشق لتراب مصر، وبقيت بعده بهية تتطلع لأن تعود كما غنى لها قوية عفية. جاية فوق الصعب ماشية، فاس عليكي ليل ومية.